انخفاض على درجات الحرارة شمالا ورياح نشطة احيانا على الرياض، مع وجود فرص لامطار متفرقة على اجزاء من المناطق الوسطى، وتفاصيل هذه الاحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. توالي درجات الحرارة انخفاضها على المناطق الشمالية من المملكة لتكون الأجواء لطيفة نهارا، وقد تصل إلى أن تكون باردة في ساعات الليل، على أن تبقى الأجواء دافئة في باقي مناطق المملكة بمشيئة الله خلال ساعات النهار من يوم الغد. وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا في مركز طقس العرب، من المتوقع بمشيئة الله أن يكون هنالك فرص لأمطار على شمال المناطق الشرقية، وأيضا قد تصل إلى أجزاء من منطقة الرياض إداريا بما في ذلك العاصمة. هذه الأمطار متوقعة بمشيئة الله أن تكون خفيفة إلى متوسطة مع ساعات النهار على تلك المناطق. أما في 3 أيام القادمة، من المتوقع أن تكون الأجواء في العاصمة الرياض يوم الخميس 34 مع فرص للأمطار ليلا إلى 22 درجة مئوية، يوم الجمعة فرص أيضا لزخات أمطار رعدية من 30 درجة إلى 17 درجة مئوية، ويوم السبت 27 إلى 18 درجة في ساعات المساء. ومن العاصمة الرياض إلى باقي مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا. نهارا 22 إلى 12 في عرعر 21 إلى 10 درجات، في تبوك 21 إلى 10 درجات أيضا في ساعات المساء. مكة المكرمة 33 إلى 19، في 32 إلى 17 في المدينة المنورة، في جدة 31 إلى 22، في الطائف 24 إلى 15 درجة مئوية مع وجود غيوم متفرقة. فرص لزخات أمطار رعدية في أبها من 21 إلى 13، كذلك الأمر في الباحة 21 إلى 15، وفي جزان من 29 إلى 27 درجة مئوية. في الدمام 33 إلى 25، أجواء حارة في الإحساء 36 إلى 23، في عفر الباطن 27 إلى 15 درجة مئوية كدرجات حرارة صغرى. فرص الأمطار في العاصمة الرياض 34 إلى 22، في بريدة كذلك الأمر من 27 إلى 16، وفي حائل أجواء مشمسة من 21 إلى 11 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.